تطبيع مع اليهود، اليهود قتلت الأنبياء بغير حق وقتلت الأمرين بالقسط من الناس، لكن التعامل معهم ينظر فيه إلى المصلحة العامة للمسلمين والمضرة، المصلحة العامة والمضرة. فإذا كانت هناك مصلحة في التعامل معهم أغلب من المضرة، فعندنا النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع بني مع يهود بني قريظة، إذا كانت المضرة أكثر ابتعدنا عنهم، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام طرد بني قريظة ونزل فيهم ما نزل من القرآن ويهود خيبر وغير هؤلاء الظالمين الآثمين. إذا كان يهودي متسلط على أخي المسلم يظلمه ويؤذيه، فهل أذهب أتصالح معه وأظلم أخي المسلم، أو الأولى أن أقف بجوار أخي المسلم لأن يأخذ حقه تاما؟ وانظر بعد في المصلحة مع هذا اليهودي، هل في التعامل معه مصلحة أو لا؟ في ذلك تفصيل واسع.